السلام عليكم، كيفكم شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد عمر بفيديو جديد. هو فيديو اليوم راح يكون أنا مستقعدين بفيديو جديد. فأوكي، فيديو اليوم راح يكون استعراض لحساب مستقعدين أصدقائي. مثل ما طلبتوا مني آخر فيديو عملت استعراض لحسابي، وطلبتوا مني أنه قلت لكم مين اليوتيوبر الجاي اللي بتحبوا أعمل استعراض لحسابه، فكتبتوا لي بتعليقات مستقعدين. لقيت تقريبا التعليق اللي كاتبينه جايب 1300 لايك 1400 لايك. والله ما بعرف، راح أترك لكم صورة التعليق بالشاشة هون يمين ولا يسار، ما بعرف وين، المهم واحدة راح تلاقوه قدامكم. المهم فأوكي يا حبايب قلبي، والله اول شيء حابه اتشكر مستقعدين صراحه. أنا اول ما طلبت منه الحساب يا اصدقائي، والله قال لي، قلت له شوف يا اصدقائي، قلت له بص يا اسطى انا عايز الحساب بتاعك يا اسطى. قال لي بص يا اسطى انا هبعت لك الحساب يا اسطى. والله يا اصدقائي اول ما طلبت منه الحساب عن جد اعطاني اياه على السريع، ما يعني ما تردد ولا 1% صراحه. والله تحياتي للمستقعدين صراحه، انا بحبه كثير لهذا الشخص، هو يعني اسطوره العرب يا اصدقائي، والله اسرع لاعب صراحه بالهاتف. اوكي يا حبايب قلبي، الفيديو اليوم راح نستعرض فيه الحساب الاسطوره مستقعدين، راح نشوف شو في عنده سكنات وشو في عنده اشياء اسطوريه بالحساب. اتمنى منكم بس تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. اول مره راح اطلب منكم عدد لايكات يا اصدقائي، وصلوا هذا المقطع ل 30000 لايك يا اصدقائي، والله انتم اساطير وبتوصلوها 30000 لايك. اوكي، واليوم كمان راح يكون في توزيع اكواد على ستوري الانستغرام يا اصدقائي، راح تلاقوا رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف، راح نوزع اكواد هنيك، نعمل فعاليات واسئله واشياء هيك كثير اسطوريه عشان يكون في فرصه للجميع انه يحصل على الاكواد. فاوكي ما بنطول كثير بالمقدمه، خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. اوكي اول شيء بندخل عليه اللي هو الكلان، كلان الجريت وود تبع مستقعدين. اوكي هذا هو مستقعدين ليدر الكلان، ومعاه شيرو كمان بنفس الكلان، هذا هم اعضاء الكلان تبعه، وهذا حساب مستقعدين الاصلي عشان ما يجي حدا يقول لي انت مسمي حالك مستقعدين. هاي مستقعدين وهي الحساب تبعه. فاوكي هون في عنا حساب مستقعدين، اوكي الاسم M8N، هذا اسم مستقعدين اختصار مستقعدين، وشعار كمان الليفل تبعه 74، وهذا موثق حسابه بشعار اليوتيوبرز، 34000 لايك عنده لكلان الجريت وول. يا اخي والله اسطوره وفخر العرب مستقعدين. فاوكي هذول هم البروفايل، هذا البروفايل فاير باصات تبعه ما شاء الله كلهم 1111 1333، يعني تقريبا الاغلب 300، يعني الاغلب فوق ال1000 صراحه، يعني الاغلب فوق ال1000 عنده نقاط الفاير باص. فاوكي خلينا ندخل على البروفايل تبعه نشوف عدد الكلات بالسكواد، عنده 37000 كيل و11000 كيل بالديو و4000 بالسولو، بروفايل اسطوري صراحه. ندخل على الرانكد ونشوف، الرانكد عنده 593 بالسكواد، خلينا نشوف كمان الكيدي تبعه، الكيدي تبعه 2.5 2.50، ونسبة ليت شوت 54% صراحة، نسبة ليت شوت عالية والله ما شاء الله عليه. مستقعدين يا اخي معروف معروف، يعني لاعب ما يا اخي زي الجنة والله ما بتشده يا شباب، إذا قابلته في جيم بتلاقيه مرة وراك مرة قدامك. فأوكي خلينا ندخل على السكنات ونستعرضهم على السريع يا أصدقائي. عندنا أول شيء سكن الجيمر، راح نسرع شوي بالفيديو. أوكي هذا سكن الجيمر، اوكي سكنات صراحة فعلا اسطورية عنده بالحساب. اقول لكم حاجة عن المستقعدين صراحة يا شباب، يعني انا مش كثير يعني اصحاب، يعني هو بالعكس انا بحبه كثير المستقعدين وبتابعه، بس يعني ما بنلعب مع بعض كثير، يعني ما لعبت معه تقريبا مرتين او ثلاثة مستقعدين بتذكر، بس اللي بعرفه عن المستقعدين صراحة ما بهتم كثير للسكنات، يعني ما بحب حتى فيديوهاته، اللي بيلاحظها فيديوهاته ما بحب يلبس كثير سكنات فخمة، يعني انه يشتري كيف اقول لكم، ما بعرف كيف بحسه هيك متواضع حتى في السكنات تبعه باللعبه يا اصدقائي، يعني بيلبس سكنات بحسها دائما متواضع، سكنات عاديه تبع بتلاقيها جولد ريال او انه دايموند ريال مثلا، السكنات العاديه يعني مو هذاك السكنات، يعني عنده سكنات كثير اسطوريه بحسابه، بس صراحه ما بعرف هيك بحسه دائما سكناته هيك متواضعه، ما بعرف كيف ما بيلبس كثير سكنات فخمه مثلا زي الساموراي، هذا عنده سكن الساموراي يعني، وعنده سكنات تبع الفاير باص السابع، وعنده سكنات جوكر والجيمر، يعني عنده سكنات فعلا اسطوريه بحسابه، بس بحس سكنات دائما صراحه بيعجبني السكنات اللي بلبسها يا اصدقائي والله، يعني بتحس سكن بسيط بس والله حلو هيك باللعب، حتى باللعب خفيف. فاوكي هذا سكن الشيطان، شوفوا الروس اللي عنده يا اصدقائي، طبعا كل الفيديو انا مسرع فيه عشان ما يكون ممل يا اصدقائي، هذه السكنات كلها قدامكم. ومره ثانيه والله بقول تحياتي للمستقعدين صراحه يا اصدقائي، والله انا يعني بقولها يعني قلت كذا مره حتى بث مباشر على الانستغرام على هيك، صراحه انا من الاشخاص اللي بتابعهم كثير مستقعدين وبحب لعبه كثير، وصراحه ربي يوفقه ان شاء الله ونشوف عنده 10 مليون واكثر حتى من 10 مليون، ونشوفه هو يعني اصدقائي الاجانب كلها ما في مستقعدين اسرع لاعب هاتف، كلهم بيقول اسرع لاعب هاتف، ما راح يجي بيجيك توراح واحد راسه مربع بكتب له بالتعليقات انت نوب. والله يا اصدقائي هذاك اليوم دخلت على تعليقات على المستقعدين لقيت واحد كاتب له يا اخي انت نوب، تعال تحداني 1 فيس 1. والله يا اخي انا بتحداك اذا انت شفته بالكلاش سكواد ما طلعت اليمينيتد، انت يا اخي بيجي هيك راسه مربع بكتب له انت نوب. اوكي خلينا نكمل في كونه من راس المربع يا اصدقائي ونشوف شو في كمان عنده سكنات. اوكي هذا سكن الساموراي،
اوكي سكن القديم هذا سكن تبع الثلج اصدقائي، هذا الفايرباس السابع. اوكي فايرباس السابع والله يا اخي سكن صار احسن شيء، بس الفايرباس السابع اصدقائي الطاقيه تبعه هي الكاب الطاقيه اللي بلبسوها على الراس. اوكي بس سكن صراحه كامل مش حلو، هذا سكن اللص عنده كامل. اوكي والله يا اخي سكن اللص كمان اسطوري، بس والله ما عمري شفته لابسه اصدقائي، دائما بيلبس مثل ما قلت لكم سكناته دائما عاديه بيلبس مستقادين. اوكي خلينا نشوف كمان شو في عنده فاير باس. اوكي هذا فاير باس تبع الفراعنه اللي نزل جديد، مش الفراعنه الاول الثاني، هذا اللي نزل جديد اعتقد فاير باس اللي فات او اللي قبله. اوكي سكن الارنب سكن، اوكي في والله في سكنات اسطوريه يعني عنده بالحساب. اوكي راح نجي بعدين اصدق. اوكي في عنده هذه، ايه والله عنده سكنات اسطوريه يا اخي. شوف والله يا اصدقائي الحساب ما شاء الله حلو حلو حساب المستقلين يا اخي، المستقلين بحسه ما بيهتم الحساب يا اصدقائي، يعني سبحان الله يعني كيف اقول لكم، يعني المستقلين بيحاول يثبت بلعبه يا اصدقائي انه اللعب مش بالسكنات، يعني لما يجي واحد يقول لك والله انتم عندكم سكنات، انتم عندكم تبع اسلحه سكنات اسلحه، انتم عندكم ما بعرف خاصيات الاسلحه، مستقلين شوفوا يا اصدقائي يعني بيلبس سكنات، عنده سكنات بحسابه بس بيلبس سكنات عاديه ولعبه ما شاء الله عليه اسطوري، فيعني هذا شيء ممتاز. اوكي عنده سكن، والله السكن الاحمر يا اصدقائي انا هذا ما عندي اياه، مع انه نزل مجانا بس ما عندي اياه بحساب، ما عندي اياه بحسابي. اوكي هذا سكن قبل تبع المفضل، هذا كنت البسه زمان كثير السكن هذا. اوكي خلينا نكمل ونشوف شو في عنده، اعتقد انه كل شيء صار هون عادي يعني ما في شيء جديد. اوكي خلينا نستعرض، اوه في عنده القميص الابيض هذاك. اوكي تمام خلينا نكمل ونشوف، هذول كلهم عاديات لسه عنده، اوه تبع لسه سكنات البوتات اعتقد تيشيرتات البوتات، والله ما بعرف فتنام تيشيرتات البوتات. اوكي هون خلينا نروح عند الباطين نستعرضهم على السريع، كمان هون في باطين الفاير باس وفي اشياء من الاحداث كمان اسطوريه. اوكي هذه تبع الحاضنه وهذه الراكناروك. اوكي بسرعه بسرعه طبعا انا سرعت الفيديو اصدقائي مثل ما بتعرفوا، يعني استعراض الحساب تصوير الفيديو احيانا بياخذ نص ساعه تقريبا، اكثر من نص ساعه استعراض للحساب على حسب الحساب شو فيه طبعا من سكنات. حساب مستقلين اخذ مني تقريبا يعني حطيته على المونتاج لقيته نص ساعه الفيديو، فاضطريت اني اسرع فيه عشان ما يكون ممل كثير الفيديو. هلا يا اصدقائي رح نيجي على المرحلة الاسطورية بعد هون تبع البنطلون والشورت، هيك خلينا نشوف شو في بعدها يا اصدقائي بعد الاحذية كمان، الاحذية رح نستعرضهم على السريع طبعا لانه احذية يعني مش ضروري كل واحد نلبسه ونشوف شو الحذاء اللي عنده. اوكي خلينا نخلص بناطين على السريع. اوكي يلا كمل على السريع، عنده هون تبع البنطلون اليوتيوبرز هيك خلصنا، نروح على الاحذية، هذول الاحذية رح نستعرضهم على السريع. يعني ماني مضطر صراحة البس كل واحد، هاي الاحذية قدام كل بيحب يتفرج يعني بيقدر يعيد الفيديو او يوقفه او هيك. اوكي خلص والله عنده وحده كثير، والله هذا كويس النعال هذا حشاكم اكرمك الله، نعال هذا والله حلو. اوكي نيجي هون على الديناصورات نشوف ايش عنده سكنات دين، والله حلو هذا تبع الثلج، وهذا كمان سكن يا اخي ما بحبه انا هذا السكن ما بعرف ليش. اوكي هون خلينا نبطئ الفيديو ونيجي على المرحله الاسطوريه يا اصدقائي، شوفوا شو في بالحساب. الكريمنال الاحمر والكريمنال الازرق والاخضر والموزه والبنفسجيه والتفاحه والخياره وكل انواع الفواكه يا اصدقائي، كل الكريمنالات موجودة بحساب مستقعدين ما شاء الله. الكريمنال الأخضر، الكريمنال الأخضر عندي إياه مستقعدين، أنا عندي الكريمنال الأخضر، شباب أنا عندي الكريمنال الأخضر، بعتوا لي إياه. بس هدول والله ما عندي إياهم يا أصدقائي، صراحة ما بدي أطلبهم، بدي أستناهم لما ينزلوا أجيبهم من الحاضنة وأعمل عليهم فيديو. أوكي الكريمنال الأخضر ما شاء الله، الأحمر ما شاء الله كل الكريمنالات موجودة بالحساب، هذا كريمنال مستقعدين يا أخي، هذا كريمنال مستقعدين خلص، أنا هذا الكريمنال والله المفروض يكتبوا عليه مستقعدين يا شباب، يعني كل ما بشوفه بعرف إنه هذا المستقعدين وخلص. أوكي اوه مستقعدين هون مجمع باكجات يا اصدقائي، والله مستقعدين بفكر اسوي فيك مقلب والله. والله حلوه الباكجات اللي مجمعهم، شوفوا الباندل يا اصدقائي، شوفوا الباندل اللي مجمعهم، والله مجمع كثير باندل. اوكي خلينا نشوف شو فيه، ها والله في عنده باندل حلوين يا اصدقائي، والله يا مستقعدين بدك تسامحني صراحه، يعني شو بدي اسوي لك، في عنده كثير باكجات يا اصدقائي. اوكي طبعا حبايب قلبي طبعا رابط قناه مستقعدين راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف، وحسابه على الانستغرام كمان راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. اوكي خلينا نشوف شو في هون عنده كمان، والله في عنده اشياء اسطوريه، شوفوا يا اصدقائي شوفوا عنده بطاقات اقنعه قديمه كثير. اوكي خلينا نطلع هون نشوف الرقصات كمان، نستعرض ذول الرقصات والبانرز والليك واللوجو والاشياء الصور هذول الاشياء مثل هيك على السريع، بعدين ندخل على الاسلحه ونشوف شو في عنده اسلحه وشو الاسلحه اللي بيستعملها مستقعدين، بس كله كمان راح يكون مسرع، واللي بيحب يشوف طبعا شو الاسلحه اللي بيستعملها مستقعدين بيقدر انه يتابع يركز بالفيديو شوي او يوقف ويشوف شو الاسلحه اللي بيستعملها مستقعدين. صراحه في اسلحه من عندي انا غيرتها يا اصدقائي، والله اخذت منه شفت شو هو بيستعمل اسلحه واخذت منه. يا اخي والله بيعرف هذا شو السلاح لا المشكله هو يا اصدقائي كيف بيلعب مستقعدين، يعني لعبه بيعتمد على السرعه مش على الهد، او انه كل واحد وطريقه لعبه طبعا انت وطريقه لعبك. فشو هذه الشنطه يا اصدقائي، هذه الشنطه والله ما عرفت منين جاب هذه الشنطه،
هذه الشنطة منين جابها؟ والله يا أصدقائي ما بعرف منين جاب هذه الشنطة، بس حلوة كتير والله. اوكي طبعا كل واحد وطريقة لعبه يا اصدقائي، يعني الاسلحة ما بتعتمد انه مثلا لا والله هذا بستعمل هاي الاسلحة خلينا استعمل زيه. طبعا انت طريقة لعبك اذا انت مثلا سريع باللعب، بتحب تكمبر، بتحب الدرعم، كل واحد يعني كل اسلحة لها ميزة، فهمت علي كيف انتم؟ المهم عادي، حتى المهم انا مو فاهم حالي اصلا. اوكي خلينا نشوف والله يا اصدقائي اوكي خلينا نشوف اللوجو. انا عندي الصور، هي عندي اللوجو تبع اليوتيوبرز بس ما بستعمله ما بعرف ليش. اوكي خلينا نشوف على البانر. اوكي هذول البانر اللي عنده، والله عنده هذا البانر حلو، والله حلو كتير يا اصدقائي. اوكي اكمل، خلينا نشوف شو في عنده كمان بانر. اوكي في عنده والله بانرات حلوه، هاي بانر اليوتيوبرز كمان ما بستعمله ما بعرف ليش، كمان بانر اليوتيوبرز هو حسابه مطه كان مستقعدين اعطيني اياه الشركه، هاي شعار الفيديو تعطيك من الشركه لليوتيوبرز بس، فيعني هذا الشيء بيكفي اعتقد، هو عشان بس ما حدا يا اصدقائي يسرق حسابات او شيء مثل هيك باسمه. اوكي نيجي على مرحله الاسلحه يا اصدقائي، ومرحله الانفور، هاي الانفورات يا اصدقائي ما شاء الله عنده يا اصدقائي 21 سكيل للانفور، والله شيء اسطوري. شوفوا الاكي يا اصدقائي عنده 23 سكيل للاكي ما شاء الله، والله يا اخي كل الاكي، كل الاكيات اللي نزلوا باللعبه كلهم عنده اياه. اوكي هذا الاكي دراجون هالجولد، هذا شو اسمه الثلجي يا اصدقائي نزل، كيف بقول لكم والله شوفوا لخبطت. اوكي هذا الاكي اللي نزل الثلجي هو مطوره ماكس وعنده اياه. فاوكي اللي بيحب طبعا مثل ما قلت لكم شو السكنات اللي عند مستقعدين اياها كلها قدامكم، وشو السكنات اللي بيستعملها اللي بيحب يعمل مثله طبعا اياها قدامه، بيقدر يوقف الفيديو ويشوف شو السكنات اللي بيستعملها مستقعدين. اوكي وعنده الجروزه هون، والله الجروزة يا اخي حلوه الجروزة. اوكي والاس كي اس كمان عنده والله سكنات 13 سكن للاس كي اس، والله شيء اسطوري. اوكي وهذا السلاح ما نزل له كثير سكنات صراحه، يعني سكنات اغلبها فاير باس وما بعرف شو. هذا الفيمس، الفيمس هذا والله ما عندي اياهم يا اصدقائي الفيمس هذا، طيب على الرسم وهذا حد الرسم ولا واحد عندي اياه بحسابي عادي، والله لطفوا من الشركه يا اخي والله بطلبه يا مستقعدين. اوكي الاكس ام 8 عنده تبع الحاضنه كلهم عنده هذا، اوكي الاغلبها تبع الفاير باس هم كمان، بس في عنده طبعا الحاضنه كلهم صراحه سكنات الحاضنه اللي نسبه اسطوريه. هذا ال ان 94 اعتقد اسمه، وهذا سلاح جديد، وهذا اليو ام بي. اوكي اسلحه الاس ام جي هون، خلينا نشوف شو في عنده، انا متحمس اشوف الام بي فورتيات يا اصدقائي، شو في عنده ام بي فورتيات بدي اشوف. اوكي هذا الام بي 5، اوكي هذا سكنات الام بي 5 اللي عنده اياها على السريع. هذا الفي اس اس، نيجي على مرحله الام بي 40 يا اصدقائي، هون الام بي 40 بدي اشوف. اوكي شوفوا عنده الذهبي والازرق، انا عندي الاخضر والاحمر يا اصدقائي، الاصفر والثاني هذاك ما عندي اياه، ليش يا اخي ليش ما جبته، ليش ما جبته؟ اوكي ما بعرف ليش الصوره راحت هيك شوي، اوكي انا دفعتها بيدي يا اصدقائي ما بعرف ليش. اوكي هون سكنات الشوت جان، هاي سكن الشوت جان، سكنات الشوت جان بستعمل السكن الاخضر هو مستقعدين، هاي سكنات الشوت جان كلها اللي عنده اياها. اوكي سكنات سباز كمان هذول هم، والله سكنات سباز ما بعرف اذا عندي اياها ولا لا، والله يا اصدقائي بقول لكم انا لما بستعرض حسابي في سكنات ما بعرف اذا عندي اياها ولا لا. اوكي هذا الاوم، الاوم والله يا اصدقائي عنده 10 سكنات للاوم ما شاء الله، يعني عنده كثير سكنات للاوم. اوكي المسدسات هون هذول هم سكنات، يعني ما نزل كثير سكنات للمسدسات، وندخل على المقليات. اوكي الطاوه هذه عنده سكنات الطاوه اعتقد كلهم هون، العصا والسيوف، والله الحساب يعني صراحه اسطوري يا اصدقائي، حساب مستقعدين حلو كثير والله. شوفوا القنابل يا اصدقائي كم قنبله عنده ما شاء الله، قريب 30 قنبله، 29 قنبله عنده يا اخي عن جد، 29 قنبله يا اخي قرينا كيف نزلتهم هذول كلهم، شو بدنا فيهم يا اخي. اوكي هذول الثلجات، اوكي شوفوا ثلجة اليوتيوبرز يا اصدقائي، هذه ثلجة لكازا دي بابل لسه ما نزلت اعتقد، ما لا ما نزلت باللعبه، انا ما عندي اياها كمان، ناخذ لها سكرين شوت وخلينا نكمل نشوف الثلجات الثانيه اللي عنده. هون الجروس بوي اصدقائي ما عندي هذا السكن، وهذول سكنات اللانشر. اوكي وهذا اللانشر ثاني، وهذا السلاح ما بعرف اللي ما بعرف ما شفته بحياتي باللعبه ما بعرف وين نزل. اوكي هذول الشخصيات طبعا اللي عنده، خلينا يا اصدقائي ندخل على الشخصيات. اوكي هذه الشخصيه اللي هو بيستعملها، بيستعمل شخصيه كشمر، هاي الشخصيات كمان اللي بيستعملها باللعب اللي هي بلومة وسرعه وما بعرف اللي بيحب يعمل مثله يعني. فاوكي هاي الشخصيات كلها اللي عنده اياها صراحه، كل الشخصيات موجوده بالحساب وكل الشخصيات ماكس يا اصدقائي، لاحظوا بالفيديو يا اصدقائي كل الشخصيات عنده ليفل ماكس، كلهم ليفل 6، كفو والله يعني شيء اسطوري هذا. اوكي ناخذ شخصية بنت وندخل على سكنات البنات. اوكي عنده القميص الابيض هذا يا اصدقائي، وعنده هذا سكن صراحة سكن هذا كثير بحبه انا، وتاع سكنات البنات قصدي، وهدول السكنات تبع البنات كلهم، والله في سكنات خرافية لسكنات البنات صراحة. شو هذا السكن يا اصدقائي؟ هذا سكن اللص، اللصة. اوكي في اللص نزلوا اللصة يعني كويس، يعني شيئا ما كويس. اوكي هذا سكن كمان حلو والله.
ندخل على السكنات اللي بعدها نشوف شو في. شو هذا السكن يا اصدقائي؟ شو هذا السكن الثلجي؟ والله سكن اسطوري يا اصدقائي، هذا نفس تبع الشيطانه هذيك بس هذا لونه هيك ثلجي، والله حلو. ناخذ له سكن شوت، والله حلو كثير السكن. اوكي نكمل ونشوف كمان شو في عنده سكنات. ما شاء الله عنده سكنات كثير للبنات مستقعدين. انا شباب اصدقائي ما بهتم كثير لسكنات البنات لاني ما بلعب شخصيه بنت، فما يعني ما بحب اشتري سكنات يعني على الفاضي، اشتريهم هيك واحطهم بالحساب ما بعرف. نسي نشتري بعدين في المستقبل يا اصدقائي، نسي نشتري ان شاء الله. اوكي والله سكنات بنات ما شاء الله عنده سكنات بنات كثير حلوه، هذول كلهم تبع الشباب والبنات. اوكي اوه شوف يا اصدقائي هذا السكن، هذا السكن كان نازل بالماجيك كيوب، اعتقد كان اول سكن ينزل بالماجيك كيوب هذا تبع البنت. اوكي والله سكن خرافي هذا، كمان بدي اطلبه من الشركه. هذول الكريمنالات هذول كلهم السكنات اللي بتيجي كامله مع بعض، والله هذا السكن كمان حلو يا اصدقائي. اوكي خلصنا، اعتقد خلص كل السكنات تبع البنات وخلصنا كل سكنات البنات، كل سكنات الشباب وكل سكنات البنات. هلا خلينا يا اصدقائي نرجع شخصيه الولد ونحط سكن الزي الرسمي للمستقعدين. صراحه السكن اللي كان لابسه مش سكنات مستقعدين، البس هذا الكريمنال، هذا الكريمنال خلص موثق باسمك، صحيح بتتفنش بسرعه بس انت قد المستقعدين تستطيع المقاومه وتستطيع المحاربه من اجل عرفتوا كيف النشره الاخباريه. اوكي طيب قلبي لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك. مثل ما قلت لكم يا اصدقائي اول مره اطلب منكم توصلوا المقطع ل 30,000 لايك، والله يا اخي تستطيعوا توصلوا يا اصدقائي. فاوكي ثاني شيء بدي اقول كمان شكرا كمان مره ثالثه ومره رابعه خامسه سادسه للمستقعدين، شكرا له انه اعطاني حساب وشكرا على ثقته، وربي يوفقه ان شاء الله ونشوفه عنده 10 مليون باقرب وقت. اوكي حبايب قلبي هيك بنكون كمان لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام يا اصدقائي، اليوم راح يكون في توزيع اكواد على ستوري الانستغرام. اوكي لهيك بنكون وصلنا للنهايه واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، سلام.